فحياتنا في هلبة متغيرات زي الأوضاع الصحية وفيروس كورونا، انقطاع الكهرباء، ضعف الانترنت أو ضيق الوقت، تكنولوجيا، تمكين الشباب، شنو عنا تاني؟ تنوع اقتصادي، حلول المشاكل الاقتصادية، مشاريع صغرى. ما بيجي نوقفهم هلبة الخمسة كلمات ولا المصطلحات هادو نقدر نحطوهم في كلمة ولا مصطلح واحد، مرات في منهم أكثر، لكن خلونا على الخمسة. هما في كلمة ولا مصطلح اسمه ريادة الأعمال، الانتربرينورشيب، بدنا نسمع به هلبة مؤخرا في العالم كله، هو تريندي وفي ليبيا عنا بزايد. أنا بدي تبعنا هلبة ورش عمل، هلبة مسابقات، هلبة تدريبات، لكن مش معروف ريادة الأعمال هذه هي حاجة حقيقية وواقعية. يعني بالحق أنا متى بنتعلم الحاجات هذه في ورشة ولا في تدريب، مش بعدين نخش به في مسابقة ولا نستخدمها. المهارات هذه هي تتطبق على حياتي الواقعية والأعمال والمشاريع اللي نبي نديرها، ولا هي تدريب ناخذها وخلاص؟ وهل أنا محتاج إننا نمشي لمكان في ليبيا ولا برا باش نتعلم المهارات هذه اللي بعدين مش معروف نستخدمها حق ولا لا، ولا نقدر ناخذها من وسيلة أسهل؟ هاي هلا آه سنوار ماشي سنحان صار ماشي مع القهوة. شن جو ليبوس؟ كويسة. شن هي ليبوس أصلاً أول حاجة؟ ليبوس هي مدرسة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال. الفكرة من ليبوس إنها هي تبي تساعد الشباب اللي عنده طموح أو فكرة يبدأ مشروع لنفسه. فديما أول حاجة إنك أنت تبي تتعلم على الحاجة اللي أنت خاش عليها. تتميز ليبوس إن هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت ومجانية بالكامل، هذا يعني إن أي حد في أي وقت يقدر يسجل فيها ويبدأ في رحلة تتعرف على ردة الأعمال، وهذا ساعد مجموعة كبيرة من الشباب الليبيين إنها في فترة انتشار وباء الكورونا تعرف على ردة الأعمال. زائد إن المنهج التدريبي بالكامل مخصص مصمم من قبل خبراء ورواد أعمال ليبيين ودوليين ومخصص للبيئة الليبية. ليبوس أو المدرسة الليبية لريادة الأعمال مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، خلق لنا فرصة مليحة من خلالها نقدر نتعلمه بسهولة. زي ما ذكرت لكم في بداية الفيديو لو تتفكروا، خلق لنا فرصة سهلة جدا من خلالها نقدر نتعلم مهارات ريادة الأعمال اللي حتعطينا نتيجة حقيقية، ساعدنا أن نقدر نخلق مشروع أو بزنس ممكن يساعدنا أن نخلق أمان اقتصادي بالنسبة لنا ونساهم في بناء مجتمع أفضل. بالنسبة لدراسة الشاهي تتم، لكن مرحلة وحركة ليبوس ما تتمش لأنها سهلة وعبر الإنترنت.